أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: تعلمون صاحب الفضيلة قرار وزارة المعارف بعدم الضرب للطلاب، مما جعل المعلم ليس له وسيلة من العقاب إلا درجات المشاركة والواجبات وخصم منها في حالة مستغربة الطالب. السؤال: هل يجوز خصم درجات من الطالب نتيجة للسلوك السيء، علما بأن الوزارة لا توافق على هذا الخصم؟ يعني السؤال يقول: سلمك الله، تعلمون قرار وزارة المعارف بعدم الضرب للطلاب، مما جعل المعلم ليس له وسيلة للعقاب إلا درجات المشاركة والواجبات بالخصم منها في حالة شغل الطالب، فهل يجوز خصم درجات من الطلاب نتيجة للسلوك السيء، علما بأن الوزارة لا توافق على هذا الخصم؟ الدرجات على حسب الإجابة، فلا يجوز أن تنقص وإجابته صحيحة، هذا ظلم، هذا ظلم له. الإجابة الدرجات على حسب الإجابة، يعطيه الدرجات التي يستحقها، وأما تأديبه فإذا كانت لنعى في وزارة المعارف من تأديبه فإنه يلتزم بالنظام وتكون المسؤولية على الوزارة، يمتد للنظام ولا يضربه، وتكون المسؤولية على الوزارة. أما الظلم ما يجوز أنه يظلم الطالب ويحدث شيء من درجاته وهو يستحقها